أعزائي المشاهدين، جوا مجتمع اللجنة الرباعية اللي بتمثل المسيحيين بالسلطة وبالمعارضة لاختيار مواصفات واسم لرئيس الجمهورية القادم. رح حط بيت على الباب بركة فينا نعرف شو عم بيصير جوا. ممنوع نغادر قبل ما نتوصل لاتفاق. صح، كل الأمان معقود علينا، لازم نتفق. خلونا نبدأ بمواصفات الرئيس، نتفق على مواصفات الرئيس نرجع نحكي بالأسماء. لازم يكون الرئيس لبناني وطني وحر. أوكي. يبدو أنه مرحلة وضع مواصفات الرئيس القادم صارت على نار، ومن بعدها رح تبدأ جوجلة الأسماء. خلينا نسمع. لازم يكون الرئيس مضحى أكثر من غيره بسبيل لبنان. صح، لازم يكون في شهيد بيقربه، ولازم يكون حبس كرمال لبنان. ليش اذا كان عايش بالمنفى كرمال لبنان ما بيسوى يكون رئيس؟ بلا بلا، بس مش لازم يكون لا من هودي ولا من هودي، ومش لازم يكون الا من بيت سياسي عريق، مش لازم يكون بيقول حلقتني، ومش لازم يكون بيقول طبعا طبعا طبعا. اعزائي، يبدو انه الاتفاق على المواصفات صار بمرحله متقدمه لا بل انتهى. خلونا نشوف من بعد اكثر من اسبوع على اجتماع اللجنه الرباعيه شو هي مواصفات الرئيس القادم المطلوبه. مش لازم يكون الرئيس بشارع ونبرته عالية، هيك بيكون له نصيب بالرئاسة. مش لازم يكون بلا خبرة، لازم يكون عنده خبرة، يعني رئيس قبل بمرة. ومش لازم يكون عسكري ولا نهار بحياته، ولا يكون اسمه ببلش بحرف الميم وعائلته بحرف العين، ولا لازم يكون أصلع وطويل وعايش بمعراب. تنفوت نشوف شو طلعت مواصفات الرئيس. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. العوافي. يو لك شو ضيعته؟ ضيعنا وقت، فتش معنا. ضيعت وقت. وقت ايه؟ وقت. هيا ما نفتش.